بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الحضور الكريم، على الأساتذة الأفاضل، رؤساء الجامعات والضيوف الكرام الذين وفدوا ليشاركوننا في هذا الحفل المبارك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وجه كلامي إلى بناتي، بنات العفة، بنات النجابة، بنات الحياء، بنات القيم النبيلة، داعيا الله تبارك وتعالى أن يريهن كل خير في مستقبلهن الزاهر الموعود. وأهنئن أولا لما اقتطفن من ثمار تعبهن خلال السنوات السابقة، وأبارك لعوائلهن الكريمة الذين ما فتئوا يبذلون الجهد بعد الآخر من أجل أن يروا فلذات أكبادهن وهن ينتقلن من مرحلة إلى أخرى. وأبارك للجامعات الكريمة التي تفتخر اليوم بتخرج هذه الدفعات من بناتهن، وأبارك أيضا للبلدان الذين سيقطفون ثمار هذا الجهد الكريم من بناتهن وأبنائهن. نسأل الله سبحانه وتعالى بناتي لكن دوام التوفيق والتسديد، وأن نراكن دائما في أعلى رتب القيم النبيلة الشريفة والمبادئ الحق. أنا أريد أن أنوه إلى قضية وهي كما قلنا في وقفات سابقة، ما الذي دعانا إلى أن يبذل هذا الجهد من أخواتنا في الشعب النسوية وبالأخص الشعبة الكريمة، شعبة مدارس الكفيلة النسوية، أن تتبنى هذا الاحتفال وعلى مدار مناسبتين في السنة. وأيضا عندنا في شعبة العلاقات الجامعية التابع على قسم العلاقات أن يتبنوا تخرج الطلاب أيضا على دفعتين خلال السنة. بدءا نحن نفتخر أن نقف أمام أبنائنا وبناتنا وأن نكون قريبين منهم، أن نسمع منهم ويسمعوا منا، ونحن نستشعر تلك الحالة التي يمر بها أبناؤنا خصوصا مع هذه الظروف العامة التي تشهدها أو يشهدها العالم. ودائما حصة هذه المنطقة هي حصة كبيرة من المشاكل، وأيضا هي حصة كبيرة من التفاؤل في عين الوقت. في الوقت الذي نعاني فيه من مشاكل كثيرة لا بد أن نعاني أو أن نعوض ذلك بحالة من التفاؤل والقوة النفسية التي نكافح ونجاهد من أجلها. الجوانب الفكرية والثقافية عادة ما كانت وموجودة الآن وستكون هي محل الصراعات، ولعل الجانب الفكري الخير وغير الخير لا بد أن يكون عنده مشروع،
وبعبارة واضحة، إنسان عندما يعمل لابد أن تحدد عمله بعض القيم. ما هي القيم التي تحدد العمل؟ أهل الباطل قطعا لهم قيم، ولعله رأس القيم هو تفتت المجتمع بأي صورة من الصور. وأهل الخير يحاولون أن يزرعوا بذرة لغرض الإصلاح، وعلى مر التاريخ كان هناك مصلحون وفي المقابل كان مفسدون، والمفسدون تلونوا بألوان شتى، وتبقى هذه المعركة ما بين المصلح وما بين المفسد، تبقى هذا الصراع ما بين الخير وما بين الشر. نحن نجد أن مسؤوليتنا تحدد لنا أن نتكلم، أن نقول. الجهات التي تستهدفها هذه المدارس الفكرية والمدارس الثقافية، خصوصاً أهل الباطل، أهل الباطل لا حراج عندهم، فيستعمل جميع الوسائل ما وصلت يده، جميع الوسائل يستعملها في سبيل تفتيت المجتمع والانتقال به إلى جهات أخرى، إلى مباني أخر، إلى مفاسد أخر، وكأنه يفرح عندما يرى التهتك ويفرح عندما يرى التفتت. اليوم لابد أن نتكلم بصريح العبارة أن هذه القيم لابد أن تكون هناك قيم أعلى وأقوى وأفضل وأحسن من هذه الترهات التي تزين بزينة معينة. بناتنا الطالبات على مستوى المراحل المختلفة وخصوصاً الجامعيات وأبنائنا الجامعيين عادة ما يكون ممراً وطريقاً لاستهدافات كثيرة جداً، ونحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل محددة، لكن أرى من وجهة نظري القاصرة أننا لابد أن ندخل السرور على أنفسنا وعلى عوائلنا وعلى أبنائنا وبناتنا، وإدخال السرور من المسائل المطلوبة شرعاً وعرفاً وأخلاقياً، وإدخال السرور يكون بتثبيت القيم والمبادئ من أجل مشروع مهم جداً ألا هو مشروع الأسرة. وأنا قلت في العام الماضي لبناتنا الأخريات أنا أتكلم مع هذا العدد الذي يربو على 2000 طالبة، أقول أنتن جميعاً مشروع أسرة، والأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وأنتم تعلمون أن مسألة الأسرة بدأت تحارب في الصميم، والغريب أن هذه من المسائل الفطرية الطبيعية، لكن مع ذلك حاول البعض أن يشوه هذا المفهوم ويطرح مسائل بعيدة جداً عن القيم الأخلاقية الطبيعية على جميع الشرائع، حتى الشرائع الوضعية. الأسرة تتكون من زوج وزوجة وأولاد، هذا هو التعريف الحقيقي للأسرة. لم نسمع حتى في شريعة الغاب أن أسرة تتكون من رجل ورجل أو امرأة وامرأة، لم نسمع بهذا إطلاقاً دونك التأريخ. ولذا أخواتي بناتي لابد أن نصحر بقضيتنا، نصحر بمبادئنا. نحن أقوياء بحمد الله تعالى بما عندنا. اليوم أدخلتم السرور على أنفسنا، وأدخلتم السرور على كل ذي قيمة وعلى كل ذي مبدأ حر شريف عندما يرى هذه الكوكبة من بناتنا كالملائكة يمشون في أقدس بقعة وهن
في كامل حشمتهن وحيائهن وحجابهن ليعلنوا للعالم أننا انتقلنا من حالة العلم إلى حالة العمل. أنا لا أدري ما هو الشعور الذي يرافق بناتي الآن وهن في هذه الحفاوة الكريمة، مع أن أغلب بناتنا نحن لا نعرفهن شخصياً وقد لا نلتقي بهن بعد هذا، لكن من خلالهن نريد أن نبين أن القيم الحق لا تموت، والقيم الصحيحة لا بد أن تبقى. أنتن بهذه الحلة الجميلة، بهذه الحلة المباركة، أنتن تتمسكن بهذه القيم الحقيقية والمبادئ الأصيلة. هذا المكان سيبقى عالقاً في أذهانكن ما بقيتن، وإن شاء الله تعالى الله يمد في أعماركن، وسيكون أبناءكم أيضاً بناتكم يقلدونكن في هذه الطريقة في مسألة الاحتفال. لكن بلا شك ولا ريب ستكون نقلة نوعية. حافظوا بناتي، حافظوا على العفة وعلى الحياء وعلى القيم، لا أن تحافظوا عليها فقط بل اصحروا فيها، بينوها. هذه القيم لا بد أن لا نستسلم لأي موجة باطل تريد أن تتلاعب بقلوب بناتنا، ولا يمكن أن نخضع لبعض ما يلقى من أجل تفتيت هويتنا ومبادئنا وقيمنا. أنتن بحمد الله تعالى تعلمتن الكثير وأصبحتن في مستوى لا يمكن أن يقع في فخاخ بعض المصطلحات وبعض الأهداف التي تريد أن تدمر بناتنا وأبنائنا. لا شك أخواتي أن ما تمرون به هو عبارة عن مقاومة كبيرة وكثيرة لبعض الانحرافات التي تحاول أن تسيء إلى أبنائنا وبناتنا. أنتم اليوم تجسدون هذه القيم بشكل حقيقي، بشكل يلفت النظر، بشكل ستحتفظون به وبعوائلها. طبعا الأخوات اللواتي قمنا بهذا المشروع منذ 3 أشهر، ويعني واصلون الليل بالنهار في فكرة تطرح وتناقش وأخرى تحذف وأخرى تستحدث إلى أن تصل إلى النتيجة التي يقتنع بها الجميع وأن تكون على هذه الحلة. الشيء الذي أحب أن أبين ومن باب يعني إيضاح المطلب ليس إلا، يعني نحن نشعر أن الجميع أمانة في أعناقنا، وهذه الأمانة تستدعي أن نوضح مخاطر ما تتعرض له هذه الأمانة. الإنسان يجب عليه أن يحفظ الأمانة، لكن لا بد أن يوضح المخاطر التي تتعرض لها هذه الأمانة. أنتم في هذه الأعمار، أعمار المراهقة، لا شك القدرة على تمييز الحق من الباطل في بعض الحالات، أقول لا دائما، قد تكون مشوشة وقد تختلط الأوراق، خصوصا إذا كانت الدعوة دعوة حق يراد بها باطل. هذه القيم بمقتضى الضمير وبمقتضى الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا أودع فينا قدرة على التمييز، وهذه القدرة على التمييز تكون حجة من الله تعالى علينا، ولله الحجة البالغة. لا بد أن تتأملوا، لا بد أن تتأنوا في أي فكرة إلا أن تعرفوا الأهداف الحقيقية من ورائها. العلم التطبيقي، الطب، الكيمياء، الفيزياء، يختلف عن العلوم الإنسانية في مبادئه وقيمه وطرق الاستدلال. يعني التجربة التي نعملها في الفيزياء، هذه التجربة لا يمكن أن نطبقها على بعض السلوكيات الاجتماعية. وحاولوا علماء النفس وعلماء الطبيعة يوجدون مشتركات
لكن واقعا لم نصل إلى نتيجة، لأن هذا له طريق في الاستدلال وهذا له طريق في الاستدلال. وقطعا الجلسة والوقفة غير معقودة للبيان الفارق، وإنما فقط أردت أن أقول لابد أن تنتبهوا، لابد أن يكون عندنا حالة من التأمل، لا نتسرع في الانجرار وراء أي دعوة قد تكون بصورة ذات صبغة حق ولكن يراد بها باطل. لابد أن تتأملوا بناتي وأبنائي، هذه الفئة عادة ما تكون هي محط نظر للآخرين. فقط أحببت أن أنوه، عندما تفرش لكم هذه السجادة الحمراء وعندما تسير بناتنا في هذه الطريقة بين الحرمين الشريفين وإلى العتبتين، ويقف الأخوة الأعزاء في العتبتين ويدير الظهور حتى لا تخدش واحدة من بناتنا في مسيرهن، وأنتم تعلمون الجهد الاستثنائي الذي يبذل من جميع منتسبي العتبتين، جهد استثنائي في سبيل أن نوجد هذا الدفء والراحة والطمأنينة والسرور لبناتنا. والجهد الذي تبذله شعبة مدارس الكفيل وبقية الشعب واقعا يشعرون بلذة عندما يرون هؤلاء البنات وهن قد أدوا هذه الاحتفالية البهيجة المباركة لتخرجهن. هذه الاحتفالات بهذه الطريقة وإلا فلا. الحفاظ على كل ما يمت للمرأة من ستر وعفاف وقيم حقة هو هذا المطلوب. أنا أفخر بابنتي عندما أراها بعد سنين وتقول أنا كنت ضيفة عليكم في العتبة وكان حفل تخرجي في هذا المكان. لا شك سيدخل السرور علينا وستفتخر هذه البنت أنها كانت محافظة خلال هذه السنين من الدراسة وتوجتها بهذا التاج المبارك وهو تاج الاحتفال. فهنيئا لكنا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكنا دوام التوفيق والتسديد، ولا أنسى كل الجهود التي بذلت، وأيضا أرحب ثانية بجميع الأخوة الذين وفدوا علينا. طبعا هذه السنة كانت مميزة إذ وفد إلينا من خارج العراق أكثر من 90 طالبة من 6 بلدان، فأهلا وسهلا بكم ثانية، داعين الله تعالى لكم بدوام التوفيق والتسديد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.